أنت اللي كنت دائما تدعي الخير وراعي واجب وأعمال خيرية، وأنت جبت الناس هذول عندنا في البيت عشان هدف واحد مو هدف خيري، عشان تتزوج هذه البنية ومن ورانا، وبسبب زواجك من هذه البنية أمي ماتت. إيش قاعد تخوره أنت؟ شلون أخوره يعني؟ قولي شلون أخوره؟ يعني أنا كذاب إنك أنت تزوجت هذه البنت؟ ولا عشان أمي ماتت بسبتها؟ خلنا أفهم. إيش دخل وفاة أمك فيني أنا؟ أمك ماتت بالسكتة القلبية. مو صحيح. مو صحيح. أمي ماتت لأنك اكتشفت سالفتك مع فجر. وشلون أنت كنت تسحب منها عشان تروح تشوف فجر؟ وقالت لي أمي أنا وايد متضايقة ومخنوقة. اعترفت لي بكل شيء عندي في الغرفة. قالت لي يا ليت أبوك طعن بقلبي ولا يتزوج واحدة أصغر من أصغر عياله. متألمة حيل. تقول أنا بنيت هالبيت كله وعيالي ربيتهم أحسن تربية. وريلي أنا ما قصرت معها.